يعني في لفته جميله قدمتها مصممه الديكور زينب الجمل مع تلاميذ المدرسه اللي بتشتغل معاهم انها توصل لهم رساله ليهم، خاصه ان هم مش عارفين ليه اطفال زيهم بيموتوا. من خلال ديكور مجسم عباره عن بنت بترمز لفلسطين وقبه الصخره وعالم فلسطين. تعالي نشوف من زينب نفسها ازاي قدرت تفهم الاطفال المعاني الجميله دي. زينب انا برحب بيكي فوهن. الو زينب سمعيني؟ سمعيكي، اهلا بيكي. برحب بيكي فوهن. ايوه كلميني بقى عن فكره الديكور او المجسم اللي عملتيه في المدرسه. بصي، وانا جاتني الفكره ان كان في طالب بيسال هو ليه الاطفال دي بتموت، يعني ليه الاطفال دي كل يوم احنا بنشوفها على الانترنت ان هي ليه بتموت وليه اللي بيحصل في فلسطين وايه الفرق بقى. احنا بقى كنا عايزين نعرفهم ايه الفرق بقى ما بين المسجد الاقصى وقبه الصخره والحاجات دي. فانا قررت ان انا اعمل ديكور يوفر رساله معينه للكبير وللصغير مش للاطفال بس. فجسدت فلسطين نفسها في بنت جميله ليها جناحات زي الملك، بس طبعا اطفالها كلهم بيقتلوا. وجنبيها عملت جزء تعليمي اللي هو انا عملت خريطه فلسطين وطبعت بعض معلومات عن كوبات فلسطين وعددها وابوابها والفرق بين قبه الصخره والمسجد الاقصى. احنا شايفين المجسم دلوقتي قدامنا مليان بالتفاصيل الحقيقه. هو انا صممت ان انا اعمله كده، صممت ان انا اعمله ان هو يكون جميله جدا، يعني هي جميله جدا بكل معانيها وترمز ان هي يعني هي ملك واطفالها كلهم بيباتوا الان. ودي حاجه طبعا كلنا كل العالم مش مصر بس، كل العالم زعلان وحاسين عليها. فطبعا لما الاطفال بتيجي تسال هو ليه طفل زي بيموت، فانت لازم تعرفه الاول هم ليه هناك بيقتلوا الاطفال. فاحنا ببعض معلومات كده باتفاق مع اداره المدرسه فضلنا ان احنا نعلمهم الاول، نعرفهم بعض معلومات عن فلسطين وبعد كده نعرفهم هو ليه احتلوا بلدهم وبعدين هو ليه طيب بيضربوهم دلوقتي والكلام ده وازاي ندافع عن ارضنا. يعني هم دلوقتي الاطفال دول بيقتلوا هناك وبيدافعوا عن ارضهم طبعا. فاحنا عندنا برضو نفس القصه، يعني بعد شر علينا وربنا يحفظ بلدنا يا رب باذن الله. فازاي ان البني ادم يفضل قاعد في ارضه لحد ما لو حصل ايه؟ يعني انت قاعد موجود جوه ارضك بتحارب عشانها. ارضه دي اللي هي بيته، ما هو الارض دي هو ده بيتي او ده موطني انا يعني. طيب استاذة زينب انا عايز اسال حضرتك سؤال، ازاي الاطفال تفاعلوا معاكي يعني او اندمجوا معاكي وقدروا يتفهموا ان في اطفال زيهم بيموتوا وهم تفاعلوا معاكي في المجسمات دي؟ يلزم ارضه ويلزم مكانه ووطنه ويدافع عنه لحد. استاذة زينب هستاذنك بس النتورك عندك وحشه، فممكن تقفي بس في مكان فيه السيجنال كويسه، الشبكه عندك مش احسن حاجه. حضرتك سمعتي السؤال ولا اقول لحضرتك تاني؟ استاذه زينب. طب احنا ممكن نحاول نكلمها مره تانية، التليفون فصل. بس على فكره دي حاجه حلوه قوي، شفتوا الصور واحنا بنكلم استاذه زينب الصور الاطفال، انا شفت بنت صغيره جدا، يعني بنت دي لا تتعدى الاربع سنين واقفه، ويعني واضح ان لا بقى في وعي من الاطفال الصغيرين. طبعا انا بيبقى الواحد زي ما بيقولوا حصرته. كمان ياريين ان في معلومات كتير قوي على المجسمات زي ما شفنا طبعا. يعني الناس لسه مش عارفه الفرق بين قبه الصخره ومسجد الاقصى، يعني في معلومات فعلا مفيده وصغيرين في السن ده ان هم يعرفوها، دي حاجه مهمه جدا حقيقي جدا حقيقي. جدا طيب خليني اقول ان زي ما انا كنت لسه بقول ان الواحد بيشوف، بصي يعني الاطفال بيرسموا على وشهم وبيتعلموا بلاش، مش هنقول رفاهيه، بيتعلموا. تعالي شوفي الاطفال هناك يا حبايبي. لا تعالي شوفي الفيديو اللي نزل من فتره اللي هو احنا شايفين الطفل الاسرائيلي او طفل العالم عايش ازاي، مامته بتغطيه وجايبين بقى أمان. يعني جايبين بقى الطفل على العكس في فلسطين وهو على الارض. طب مروه استاذه زينب رجعت بقى. طب احنا معانا رجع التليفون تاني. استاذه زينب الو. ايوه معاكي. كنت بسأل حضرتك ازاي الاطفال تفاعلوا معاكي في المجسمات دي وقدروا يتفهموا ان في اطفال زيهم بيموتوا ويعني يتجاوبوا معاكي في كل المجسمات دي؟ هم طبعا هم كانوا زعلانين جدا، ويعني هم اول ما شافوا الديكور طبعا هم فهموا اوريدي
بس كانوا زعلانين، وطبعا في تساؤلات كتير اللي هو ليه بقى زي ما انا قلت لك من شويه ليه بيفصلوا هناك، وليه طب احنا ليه ما نجيبهمش عندنا والكلام ده. عندهم اسئله كتير طبعا. اسئله كتيره. فطبعا احنا باتفاق زي ما قلت لحضرتك مع اداره المدرسه ان احنا كنا لازم نعرفهم معلومات ان يعني ده الاحتلال ان هو محتل ارضهم وهم لازم يدافعوا عنها، واي حاجه زي كده بيبقى ليها ثمن، وطبعا الاطفال بتبقى هي الثمن لحاجه زي كده. طيب استاذه زينب انا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود الجميل اللي حضرتك عملتيه، لان احنا اولادنا زي ما بنقول هم ما بيشوفوش للاسف غير فيديوز ضرب وقتل ومش فاهمين هو بيحصل ليه. وشفت في الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي واحنا بنتكلم مع حضرتك اطفال صغيره لا تتعدى 3-4 سنين، يعني ماكسيمم 4 سنين. سؤالي بقى لحضرتك المدرسه اللي حضرتك رحتيها دي مدرسه حكومه ولا خاصه؟ لا مدرسه انترناشونال. طيب انا بقى بطلب من حضرتك مطلب شخصي ان تعملي مبادره تلفي على المدارس الحكوميه وعلى المدارس الخاصه وعلى المدارس الدوليه يعني زي ما بقول تعرفيهم، لان زي ما بنقول احنا طبعا من خلال المناهج الدراسيه المحترمه بيدرسوا الكلام ده، بس لما بيشوفوا الحاجه تبقى مرئيه غير تبقى مسموعه. ايوه طبعا هو كده بيوصل رساله كمان، يعني هو بيوصل رساله من غير ما انت تتكلمي، هو الديكور اصلا بيتكلم لوحده يعني هو اوريدي. انت بيبقى في تساؤلات كتير لما حد بيشوف حاجه زي كده. طب انا حضرتك كمان خطبتي العقول يعني العقول بتاعتهم ونزلتي باعمارهم وفهمتيهم ده من خلال ديكور او صور مجسمه. بالظبط كده. ابرز الاسئله اللي سالوها لحضرتك ايه الاولاد؟ اغرب الاسئله اللي هو ليه حرام ان طفل صغير زيي ما عندوش امان ليه؟ طبعا يا حبايبي طبعا انت لازم تعرفين ان هو الامان مرتبط بـ بـ بحكومه بلده والكلام ده زي عندنا كده الحمد لله، فهم هناك ما عندهمش كده. يعني للاسف هم اللي بيدفعوا ثمن الاطفال. حقيقي. للاسف. انا بشكرك يا استاذه زينب وهستنى من حضرتك تبعتي لنا ان انت نازله تلفي على المدارس وكاميرا هو وهن تبقى مع حضرتك مرافقه لحضرتك ونلف كده على المدارس ونشوف كمان ردود افعال الاطفال. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه زينب. ميرسي حضرتك. شكرا.